ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما من عالم مجتهد إلا وهو مضطر في بعض الأحيان إلى التقليد حتى ولو كان إماما مجتهدا. لما؟ لأنه يعجز الإنسان من أن يأتي على كل مسألة ويدققها ويبحث فيها. ولذا قد يوهم الشخص وليس مع من وهمه حجة. ومن قرأ كتب العلماء في الفقه أو في الحديث يجد أمثال هذه الأشياء، يجد أن أئمة كبارا قد وهموا أو وهموا وليس هناك وهم. وصدق الله عز وجل إذ قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يسوقنا إلى أمر، وهو أن الأمة بحاجة إلى أن يأخذ كل فرد منها العلم الذي عند صاحبه وليس عنده. فلا يمكن مهما قيل في فلان بأنه عالم نحرير، بأنه عالم مجتهد، بأنه متقن، بأنه محيط بجميع الفنون، بأنه هو العالم الأوحد، الرجل الذي يشار إليه بالبنات، لا يمكن أن يكون عالما بكل شيء، فهو محتاج إلى ما عند غيره.